بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. مبدئيا وقبل اي حاجه لازم تكون عندنا نقطه اتفاق، وهي ان الكره ضربه جزاء او الكره ضربه جزاء. طبعا الكره ضربه جزاء، لان بايرن محمد يفارد ايده والكره جت في ايده تحسب ضربه جزاء، تحسب ضربه جزاء، وهو يستحق الطرد. طبعا هو يستحق الطرد، بس عشان خاطر الحنفي شاف ان اللعيب ده لابس ابيض، ولو اللعيب ده كان لابس احمر مش هيطرد برضه، حتى لو دخل في القصبه، مش دخل على الكوره، مش عامل اي حاجه خالص طول ان هو بيدور على انه ياخد الكوره، لا حتى لو الفار ندمني برضه مش هديله طرد. دي تتحسب على الحنفي؟ طبعا تتحسب على الحنفي. هل الزمالك النهارده استحق ان هو يطلع كسبان؟ استحق ان هو يطلع كسبان. الزمالك حتى هو سايق الاسماعيلي ما كانش خطير. الزمالك النهارده الحاجه الوحيده اللي بصتني بصراحه بالنسبه للعك الكتير اللي كالترونا عمله، فكره ان انت رجعت محمد عواد تاني. انا راجل شايف ان محمد عواد الظلم ما خدش فرصته في الزمالك. باتريس كالترون قرر ان هو يلبس مش يعمل روتيشن. ده تلبيس، مش فكره ان انا بعمل روتيشن. انا بلبس اللعيبه اللي انا شايف والجمهور كان عنده اجماع ان اللعيبه دي لبستني ماتش القمه، ان المشكله فيهم. المشكله في جبل، المشكله في علاء، المشكله في حمزه المسلوسي، المشكله في عمر السعيد. ركنتهم كلهم بره، قعدتهم كلهم بره، اخترت مكان غلط لمصطفى فتحي. مصطفى فتحي ما ينفعش 10 خالص. لعيب زي عبد الله جمعه فكره انك تبدا بيه باك يمين حرام جدا. انت ابدالك تبدا بثلاثه ولا انك تعك كل العك ده؟ شكلك كان وحش في الملعب، دي حاجه احنا بنتكلم فيها. امام عاشور واحد من ضمن الحاجات اللي انت محتاج تغيرها، لا انت سايبها هي هي وبتبني عليها وبتعك عليها ومكمل زي ما انت. وفي الاخر هو الزمالك ليه ما بيوصلش نص الملعب التاني؟ هو الزمالك ليه بيعاني؟ زيزو ومصطفى فتحي واشرف بن شرقي مش لاقيين حلول ليه؟ يمكن عشان خاطر 8 في ال 4 2 3 1 ده مش قادر يوصل لهم كوره، يمكن عشان امام مش حتته، يمكن عشان امام بيعاني ان هو يلعب كده. هتقول لي لا، الاسماعيلي فريق قوي وفريق محترم وبراون داون مدرب محترم وعمل معاهم ماتش كويس النهارده، اقول لك تمام، بس امكانيات الاسماعيلي حتى لو عاملين ماتش محترم قدام الزمالك لا تؤهله ان هو يكسب الزمالك. يعني الاسماعيلي كان فريق كبير وكان فريق عظيم وهو عايش على الاسم، اما العناصر اللي موجوده حاليا فهي مع احترامي عناصر اقل بكتير جدا من ان هي تكون موجوده في الاسماعيلي، بس عشان خاطر الدنيا بقت دنيا اموال في عالم كره القدم، فالاسماعيلي بقى مجبر ان هو يلعب بنص لعيبه اللي هي خارجه من الاهلي وخارجه من الزمالك، وبيطلع لعيبه من الدرجه الثانيه وبيحاول على قد ما يقدر ان هو يكون موجود في الدوري الممتاز، مش يكون موجود في المربع الذهبي، لان اي حاجه على الكلام على منافسه الاسماعيلي هي عباره عن هبد وكلام فاضي. فالاسماعيلي حتى وهو اعلى منك جوه الملعب الشوط الاول هو مش قادر يسجل، حتى لو انت شكلك وحش جوه الملعب ومفترض انك تعمل تغييرات، الاسماعيلي برده مش عامل عليك اي خطوره. انت كنت مرشح للفوز طول اللقاء، طبعا الزمالك كان مرشح للفوز طول اللقاء، الاسماعيلي ولا لحظه كان قادر ان هو يخلص المباراه، ولا لحظه الاسماعيلي كان قادر يخلص المباراه. الزمالك يا سيدي باتريس كالترون قرر ان هو خلاص بقى يعني هيبدا التغييرات بدري. باتريس كالترون بدا من الدقيقه 66 عدلها، نزل حمد المسلوسي وطلع عبد الله، ونزل عمر السعيد وطلع سيف الدين الجزيري. الزمالك جاله ضربه جزاء في الدقيقه 83، وضربه جزاء زي ما احنا كنا متفقين هي ضربه جزاء حقيقيه بنسبه 100%. بيخش زيزو بيسجل، بينفذها بطريقه ولا اجمل، بيحطها بطريقه جميله جدا تستاهل عليها التحيه وتستاهل عليها الشابو بصراحه، لان هو حطها جميله جدا جدا. بصيت بقى على الدكه، باتريس كالترون كان محضر التغييرات، محضر التغييرات في الدقيقه 84 مقاوم اوباما، 84 مقاوم اوناشو، 84 مقاوم اسلام جابر، اللي هو اسلام جابر هيلعب في مكان احنا اساسا مش هنبقى عارفين اسلام جابر بيلعب ايه، ولا هو نفسه هيبقى عارف هو بيلعب ايه، بس عادي سيبه يا عم ونكمل. اوباما نزل مكان امام عاشور، ومحمد اوناشو نزل مكان اشرف بن شرقي، وطبعا اسلام جابر نزل مكان مصطفى فتحي. محدش فاهم برضه الزمالك مكمل 4 2 3 1 ولا الزمالك بيلعب ايه ولا الزمالك ماشي ازاي، عشان خاطر رجع عمر السعيد ويفاجئنا كلنا ان اخيرا بقى في مهاجم في الزمالك بتجيب انفرادات. الانفرادات في الزمالك ما كانتش حد بيقدر يسجلها قبل كده. يعني عمر السعيد عمل انجاز النهارده، عمر السعيد انه خد سبرنت وحطها بكل الهدوء ده، لا يا معلم انت شابو شابو شابو. مش المشكله فيك يا عمر، المشكله في اللي باني خطته عليك في انك تلعب كور عاليه وتكون محطه في ماتش القمه. المشكله ما كانتش في عمر، المشكله كانت في افكار السيد باتريس كالترون، افكار كالترون اللي قرر ان هو يعكها النهارده، بس ضعف المنافس خلاه يطلع بالثلاث نقاط. ثلاث نقاط مهمه، طبعا ثلاث نقاط مهمه جدا، حتى الفرق سيئه المكسب بيجيب مكسب، والمكسب بيدار على اخطاء، والمكسب مهم جدا في مشوار الدوري، والمكسب مهم جدا في مشوار استقرار المدير الفني على افكار. نتمنى ان كالترون لما يفكر ان هو يعمل تغييرات في الملعب ما يبقاش تغييرات لعيبه بس، يشتغل مع اللعيبه دي
تكتيكيا ويشتغل معاهم فنيا. انتوا لما تنزلوا الملعب هتعملوا ايه؟ انما كل واحد بينزل الملعب هو ومجهوده. لا، نتمنى ان احنا نخلص من الموضوع ده بدري بدري، ونتمنى واحنا بنخلص من الموضوع ده بدري بدري انك تعمل لايك للفيديو عجبك، او سبسكرايب لو الفيديو برده عجبك، وتعمل ديسلايك، ونقد محترم كده لو الفيديو ما عجبكش.